الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول قصة ستقابلك حينما تفتح المصحف في سورة البقرة، قصة خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم عليه السلام، قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وخليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، إنسان يخلف حتى يكون له خلف بعده. وقيل أنه خليفة في سكنة الأرض، في سكنة الأرض لأن سكنها قبله الجن ب2000 عام. وقيل أنه خليفة الله في أرضه ليقيم شرعه وحدوده على أرضه وتحت سمائه، وهذا هو الأصح والذي عليه علماؤنا رحمة الله عليه. المهم أن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا أنهم قاسوا على الجن لأنهم فعلوا ذلك قبل الإنس. وقيل أنهم حدثوا أنفسهم وقالوا: يخلق الله ما يشاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. فقال الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، قيل أسماء الأشياء كلها، وقيل اللغات اللهجات، وبذلك تكلم أولاده كل واحد بلغة وتفرقوا في الأرض، والله أعلم. المهم، وقيل علمه أسماء الصنعات وأسماء الأواني وأسماء الأشجار وأسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم، أي الأسماء، عرض هذه الأسماء على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أي هذه الأشياء، إن كنتم صادقين في قولكم أنه لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. فقالت الملائكة تنزيها لله تبارك وتعالى: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون، أي من الكلام ما قلته، وما كنتم تكتمون. قيل: وما كنتم تكتمون، أي ما كان يكتمه إبليس في نفسه، لأنه لما خلق الله تبارك وتعالى آدم وتركه مستلقيا على الأرض، قيل بين مكة والطائف، وقيل في أرض الجنة، مستلقيا 40 سنة قبل أن يبث فيه الروح. وذلك قول الله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحين هنا المقصود بها 40 سنة، خلق الله آدم و تركه مستلقيا على ظهره على الأرض، قيل في الجنة وقيل على أرضنا هذه بين مكة والطائف، 40 سنة. فكان إبليس ينظر إليه، يدخل من فيه ويخرج من دبره، أي من دبر آدم، ويقول: لا تخشوه، فإن ربكم صمد، أي لا قلب له، وإن هذا أجوف. والأجوف، الإنسان الأجوف اللي هو عنده بطن، يعني عنده بطن لا يتمالك، ستسلط عليه الشهوات، وقد كان. وإن هذا أجوف، ولئن فضل علي، قال هذه في نفسه إبليس، عليه من الله ما يستحق، قال: ولئن أمرت بطاعته وفضل علي لأعصينه، ولئن سلطت عليه لأغوينه. فلما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة، وكان إبليس يعيش بينهم آنذاك، كان إبليس يعيش بين الملائكة، وهذه يعني ستأتي إن شاء الله معنا في الحلقة القادمة، سنحكي عن إبليس، وهل هو من الملائكة أم أنه من الجن، وأنه أبو الجن، وكيف كانت قصته من البداية للنهاية إن شاء الله في الدقائق التي سنقولها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أنهم لما أمروا بالسجود كل الملائكة امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، وإنما إبليس كان مخير كالبشر، فأبى أن يسجد لآدم. وهنا بدأت العداوة من يوم أن أمر بالسجود وإلى أن تقوم الساعة، دائما يقسم ويقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. المهم بدأت الحرب، والله تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجه حواء، وسميت حواء لأنها خلقت من حي، من إنسان حي، وهذا لكمال قدرة الله تبارك وتعالى. المهم أنه لما أسكن الله تبارك وتعالى آدم الجنة ومعه زوجه حواء،
ليأنس بها، وسمي ذلك، لذلك سمي الإنس إنسا لأنه يأنس بعضه ببعض. المهم فنهاه الله تبارك وتعالى اختبارا له ألا يأكل من شجرة معينة، فدخل له إبليس، قيل دخل في فم حية، دخل له الجنة وقال بكى، دخل عليه بحيلة وبكى وناح. أول مناح قيل هو إبليس، وكان اسمه عزازيل أو الحارث على اختلاف الروايات. المهم أنه بكى، فيعني رحمه آدم وقال ما يبكيك؟ فقال أبكي على هذا النعيم، لأنكما لم تخلدان فيه، هتموتم، كتب عليكم الموت، وتركهم ومضى. فحزن آدم وزوجته حواء بعدما رأى يا نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة وما أدراك ما الجنة، هنتركها ونموت، الله أكبر. فجاءهم من الغد في مرة ثانية وقال لهم ألا أدلكما على شجرة الخلد، اللي بعدها مش هتموت أبدا، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني أقسم لهما بالله. فبادرت حواء، ومعروف أن المرأة ضعيفة، بادرت حواء بأخذ ثمرة هذه الشجرة، ولا يهمنا يعني ما نوع هذه الشجرة، المهم العبرة من القصة. فأكلت وناولت آدم عليه السلام فغوى، فجعل لباسهما ينتزع من عليهما، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطف من ورق الجنة ويستر عورته هو وزوجته. وفر آدم حياء من الله تبارك وتعالى في الجنة يعني أياما طوال. فقال الله تبارك وتعالى نداه يا آدم أتفر مني؟ فقال بل حياء منك يا الله. فلما عاتبه الله تبارك وتعالى يا آدم أنت وزوجك ألم أنهكما عن هذه الشجرة؟ أنت قدامك الجنة واسعة، ما في يعني جيت عند هذه الشجرة، ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فقال آدم يا رب ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا، واحد يحلف ويملأ بقه كده فمه بيمين الله، وقاسمهما يقسم بالله تبارك وتعالى وهو كاذب. نعم وفي زماننا الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أن النهاية أن الله تبارك وتعالى كتب على آدم وحواء وكذلك إبليس والحية، أخرجهما جميعا من الجنة وأنزلهما إلى الأرض، وكانت العداوة بين هؤلاء الأربع آدم وحواء والحية وإبليس ذلك إلى قيام الساعة. العداوة قائمة والحرب قائمة إلى قيام الساعة. الشاهد من يعني من هذه القصة، القصة طويلة وقد لا يسعنا الوقت إلى أن نسردها كاملا، ولعلنا نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني حلقة قادمة، حتى يعني لا نطيل عليكم في هذه الدقائق. فالشاهد أن إبليس أعلن عداوته من ذلك اليوم وإلى أن تقوم الساعة، فالحذر الحذر، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن الجن وعن إبليس وماذا كان يعني، كيف كانت عبادته، وأنه كان من الصالحين، وهل كان من الملائكة أم أنه كما قال بعض أهل العلم وكما ورد في الإسرائيل الأخبار الإسرائيلية، أو أنه من الجن كما جاء في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.